افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير محطة استعادة الطاقة المهدرة التي أقامتها شركة هايدلبرغ ماتيريالز مصر بمصنع الشركة للأسمنت بحلوان، ويبلغ إجمالي استثمار المشروع 30 مليون دولار، ويشمل بناء أول نظام مبتكر من نوعه في صناعة الأسمنت بمصر لاستعادة الطاقة بهدف استغلال الحرارة المهدرة من خطوط الإنتاج وإعادتها لتوليد طاقة بدلا من إطلاق الحرارة في الغلاف الجوي، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن هناك تدابير خاصة وإصلاحات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع وفد غرفة التجارة الأمريكية، حيث تم التأكيد على توجه الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين. خسر الدولار الأمريكي نحو 82 قرشاً أمام الجنيه المصري في 5 أسابيع، وذلك بدعم حصول مصر على الدفعة الثالثة من تمويل صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، فضلاً عن تدفقات نقدية أجنبية كبيرة لإشراء أذون الخزانة المصرية. بدعم من العديد من الأنباء الإيجابية التي عززت من موقف الجنيه المصري في سوق الصرف المحلية، خسر الدولار الأمريكي نحو 82 قرشاً أمام الجنيه، وذلك خلال 5 أسابيع الماضية. أبرز هذه الأنباء التي دعمت الجنيه حصول مصر على الدفعة الثالثة من تمويل صندوق النقد الدولي بقيمة تبلغ 820 مليون دولار، فضلاً عن تدفقات النقد نقدية أجنبية كبيرة لشراء أذون الخزانة المصرية. وفي ظل سياسة جيدة للبنك المركزي في إدارة سوق الصرف، تراجع الدولار من 49.18 من 100 جنيه للشراء و 49.32 من 100 جنيه للبيع، سجلها في 5 أغسطس الماضي، إلى 48.36 من 100 جنيه للشراء و 48.50 من 100 جنيه للبيع، وذلك في نهاية الأسبوع الماضي. ورغم حالة الارتباك التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب أسعار الفائدة المرتفعة والتوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة خلال الثلث الأخير من العام الجاري، إلا أن إدارة البنك المركزي المصري لسوق الصرف نجحت في جعل الجنيه المصري أكثر قوة. حصول مصر على تدفقات نقدية من الخارج في صورة استثمارات أو تمويلات لمشروعات دفع المعروض الدولاري في السوق إلى الارتفاع، ما قاد البنوك المحلية لإعلان تيسيرات كبيرة في الحصول على الدولار خاصة للمسافرين للخارج. وفي هذا الإطار قام بنك مصر والأهلي برفع حد الحصول على العملة إلى ما يعادل 5000 دولار، بالإضافة إلى حدود المعاملات في الخارج إلى 35,000 دولار. في أسواق البترول العالمية، هبطت أسعار النفط بعد استئناف الإنتاج في أعقاب الإعصار فرنسين، وبيانات أظهرت وجود زيادة أسبوعية في عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية. وتراجعت العقود الأجلة للخام برنت بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 71 دولار و 61 سنتا للبرميل، وذلك لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي. كما أيضا تراجعت الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 68 دولار و65 سنتا للبرميل. وتراجعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.41% لتصل إلى $2.08 للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.21% لتصل إلى $2.31 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رفعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية من مستقرة، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومرونة اقتصادية.
وذكرت وكالة ستاندرد أند بورز أن النظرة الإيجابية تعكس قدرة الحكومة السعودية على تحقيق المزيد من الإصلاحات والاستثمارات، ما يساهم في تطوير الاقتصاد غير النفطي.